آليات العمل الداخلي في المجلس الوطني الكردي وقبل انعقاد مؤتمره الثالث في نيسان الماضي كان سببا مباشرا لتعليق عضويتنا في اللجان المنبثقة عنه، ولكن قرار الانسحاب جاء من خلال مناقشات داخل المؤتمر والتي أكدت جميعا على أن يعني إمكانية العمل داخل المجلس الوطني والقيام بمهام المطلوبة لنا كحزب أو كمجلس وطني نعتقد بأنه الآفاق الآن أمامه مسدودة، لهذا كان قرارنا بالانسحاب من المجلس الوطني الكردي. ولكن بنفس الوقت نحن نعتقد بأنه لبناء مركز قرار كردي في سوريا يعتمد على القوى الفاعلة من الأحزاب الرئيسية الأساسية في سوريا، أعتقد بأنه سيكون أفضل واقع لخلق حالة من التفاهم في الحالة الكردية، وبالنتيجة أيضا هذا لن يكون على حساب أحد من الأطراف التي الموجودة سواء كان فعاليات حزبية أو فعاليات اجتماعية أو منظمات شباب إلى آخره، ولكن بناء المركز الذي يمكنه اتخاذ القرار الكردي الوطني المستقل سيكون مساعدا بشكل جيد على لعب الأكراد دورهم على الصعيد الوطني وأيضا في مجال الوضع الكردي وتأمين الحالة الكردية في سوريا. نحن أعضاء في العضو يعني في الائتلاف، ولكن من خلال تمثيلنا في المجلس الوطني الكردي، وبدون شك نحن لن نصادر حق المجلس الوطني الكردي ولن يكون وجودنا في الائتلاف على حساب المجلس الوطني الكردي، ولكننا سنحاول وسنناقش هذا الأمر مع الائتلاف، ونعتقد بأن الائتلاف سيكون مفيدا له كما هو مفيد لنا في وجودنا داخل الائتلاف وفق رؤيتنا السياسية التي بصدد الوضع العام في سوريا.